السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول زواج تم في تاريخ البشرية، إنه زواج أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام. بعدما ظل آدم عليه السلام في الجنة لمدة 40 سنة عازبا يستمتع ويرتع في أحضان الجنة، استوحش وشعر بأنه في حاجة ماسة إلى نصفه الآخر. ربنا جل علاه الخالق المبدع أوحى لآدم أن يأكل من شجرة لها ثمرة، ولما أكل من الشجرة وسرت الثمرة في جسمه شعر بدوار في رأسه، فنام نومة عميقة. فحمل آدم، ومن شقه الأيسر خرجت امرأة. ولما استيقظ آدم عليه السلام وجد بجانبه لأول امرأة مخلوق غريب جميل ورائع، فرح آدم. فبادر آدم بالسؤال: ما اسمك يا امرأة؟ قالت: أنا اسمي حواء. ثم قالت له: وأنت ما اسمك؟ قال: أنا اسمي آدم. يعلق الإمام ابن كثير رضي الله عنه في كتابه تفسير القرآن العظيم لماذا سمي آدم بآدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض من التراب. نحن الرجال نسمى بالجنس الخشن، وسميت حواء بحواء لأن خلقت من المادة الحية من ضلع آدم، لهذا تسمى النساء بالجنس اللطيف. بعد ذلك بعث الله تعالى جبريل أمين الوحي لكي يعقد قران بين آدم وحواء. فسأل الطرف الأول: يا آدم، هل ترغب في الزواج من حواء؟ آدم فرحا مسرورا: نعم نعم، أقبل وأريد وأرغب في الزواج بحواء. ثم التفت جبريل إلى الطرف الثاني إلى حواء: يا حواء، هل ترغبين في الزواج من آدم؟ طأطأت رأسها واستحيت وقالت: لا. فخاف آدم، لكن جبريل اطلع على قلب حواء فوجد بأنها ترغب في الزواج منه أكثر منه 100 مرة. فقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: لو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت حواء في حبها لآدم. وصدق سيدنا علي رضي الله عنه حينما قال: يتمنعن وهن الراغبات. هذا كان أول زواج في تاريخ البشرية، والنفس فيها لواعج وفيها دواخل نتعرف عليها في حلقات قادمة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.